ونبقى في الملف الفلسطيني، حيث قالت الأمم المتحدة إنه أعيد بناء ما يقرب من 3000 منزل مع تقدم جهود الإعمار منذ الحرب الأخيرة على قطاع غزة، إلا أن هناك ما يقرب من 75,000 شخص ما يزالون مهجرين في أرضهم في غزة. منسق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية والأنشطة الإنمائية روبرت بايبر قال إنه بعد الاستماع إلى ما يزيد على 16,000 أسرة مهجرة في القطاع، فإن معظم هذه الأسر ما تزال تعيش في ظروف بائسة، مشددا على أن هناك حاجة عاجلة إلى دعم دولي لوضع حد لهذه المعاناة. معي عبر الهاتف وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني دكتور مفيد الحسينة من رام الله. دكتور مفيد الحسينة، نرحب بك. أنتم في الوزارة كيف تنظرون لجهود الأمم المتحدة سواء بالتعاون معكم أم مباشرة مع الأونروا لإعادة إعمار ما تهدم من غزة، ومقدار الحاجة الآن فعلا لاستكمال هذا الجهد؟ يعني أنا أولاً أخي العزيز أشكر لك أن تتيح لنا الفرصة للحديث لأبناء شعبنا وللأمة العربية وأصدقاء شعبنا الفلسطيني. كما ذكرت في هذا الموضوع، حقيقة نعم أن هناك أناس في قطاع غزة ما بعد العدوان حتى الآن يعانوا، لا يوجد إليهم مأوى ممن دمرت بيوتهم في العدوان الأخير على قطاع غزة حتى هذه اللحظة. ولكن نقول أن التعاون بيننا كوزارة أشغال وبين الأنروا بشكل جيد، وهناك تنسيق شبه يومي واجتماعات شبه يومية، ونشكرهم على هذا التعاون الجيد لتفاهم أوضاع أبناء شعبنا الفلسطيني وبالأخص من دمرت بيوته في العدوان على قطاع غزة السابق. ولكن أخي العزيز أنا أوجه يعني نداء لكل المجتمع الدولي ولكل الأمة العربية والإسلامية، أن هناك حقيقة لدينا في الهدم الكلي كوزارة أشغال وإسكان، لأنه كل الإحصائيات تخرج عبر وزارة الأشغال والإسكان، هي المسؤولة كجهة الحكومة الذي تغطي هذا العمل من أجل الشعب. عبارة عن 11,000 وحدة سكنية دمرت بشكل كامل، هناك 7,000 وحدة سكنية دمرت بشكل بليغ لا تصلح للسكن. نحن الآن نعم تم إصلاح ما يقارب 3,000 وحدة من الكلي، ولكن لدينا 2,000 اليوم يعني من المنحة الكويتية إن شاء الله ستبدأ بالعمل. نقول كل الشكر لأشقائنا في دولة يعني بنسب سيادة الوزير، ما نسبة فعلا ما بقي مدمرا حتى الآن من العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة؟ يعني بالأرقام اللي ذكرتها 3,000 بنيت، 2,000 وعد، ما زال دون نصف العدد المطلوب من المنازل المدمرة. نعم أخي العزيز، بالنسبة للهدم الكلي يعني يراوح الآن 51% تقريبا تم جزء منه إنجاز وجزء منه تحت البناء، ولكن هناك ما يقارب 50% حوالي 5,700 وحدة سكنية. نرجو يعني من يسمع هذا النداء بكل ألم من الأمة العربية وهذا العمق الذي ننتمي إليه وكل أصدقاء وأحرار هذا العالم، أن هؤلاء العائلات حتى الآن أكثر من 5,700 وحدة سكنية نبحث عن دعم لهذه. وكان اليوم هنا في رام الله كان هناك مؤتمر لكل المانحين، كان بدعوة من دولة رئيس الوزراء الأخ الدكتور رامي الحمد الله بهذا الأمر، وكان هناك نتمنى حتى أن يكون حراك لهذا لعملية الإعمار ودفع مسيرة عملية الإعمار بأسرع من هذا البطء الذي لا نرضى عنه، لأنه هذا يعاني أبناء شعبنا حتى هذه اللحظة. ولكن بالنسبة للجزء تم يعني تصليح حقيقة جزء كبير، وهذا بالتوافق مع المؤسسات الدولية مثلها على سبيل المثال وكالة من عبر والترسيق مع وزارة الأشغال العامة بأكثر من 95,000 منزل من دمر بشكل جزئي تم إصلاحه. ولكن هناك العدد الكبير الذي يؤلمنا الذي لا يلقى أبناء شعبنا مأوى هو عبارة عن 5,700 وحدة سكنية، أي ما يقارب عدد السكان الذي تحدث نعم فوق 70,000 أسرة حتى الآن مشردة بلا مأوى. ولذلك نحن نوجه صرخة من صوت قناة الحوار الذي نشعر مع أبناء شعبنا الفلسطيني، هناك ألم كبير. نتمنى حقيقة أن يسمع هذا النداء وكل من يسمعنا ومن كل الأمة العربية والإسلامية الذين ننتمي إليها، وحتى أصدقاء شعبنا الفلسطيني من آل الاتحاد الأوروبي وكل أصدقاء هذه الشعب الفلسطيني. لكن نحن وجهنا رسالة اليوم من عبر هذا المؤتمر الذي دعا إليه رئيس الوزراء، بكل كان المانحين موجودين، كانوا ممثلين الدول العربية، كانت دولة قطر ممثلة، كانت دولة الكويت ممثلة، كراسة الدول العربية، جمهورية مصر العربية كانت ممثلة، كثير من الدول العربية كانت ممثلة، ومن الدول الأوروبية
حقيقة ممثل الأمم المتحدة نعم كان موجود. نحن نتمنى أن يسمعنا كل أصحاب هذه الضمائر حتى فعلا أخي العزيز أن نجد مأوى كريم لهذه العائلات. طيب سؤال أخي سيد الوزير، سلطات الاحتلال الإسرائيلي عندما تضع قيود على إدخال مواد البناء وخاصة الإسمنت، هل هناك اتفاقات تلزمها على عدم وضع هذه القيود، وما تأثير فعلا هذه القيود على إعادة الإعمار؟ نحن نقول أخي العزيز حقيقة يعني في هذه المرحلة التي نتحدث إليها المشكلة حقيقة في الدعم المالي الآن، ولكن إنما بالنسبة إلى قطاع غزة هو محاصر، ونحن نطالب برفع الحصار كاملة عن قطاع غزة، لأنه لا يعقل أن تأتي بلد إليها أكثر من 3 حروب تدمر كل الحياة الطبيعية في هذا البلد الصغير ويسمى قطاع غزة في هذا الألم، تدمر منشآت صناعية، تدمر مدارس، دمرت الأسكان المواطنين. نحن نقول يجب رفع هذا القرار. هناك أناس يريدوا أن يذهبوا للعلاج من قطاع غزة أخي العزيز، هناك أمراض لدى أبناء شعبنا يريد أن يتواصلوا مع المجتمع الدولي، مع المجتمع الآخر، مع حتى أن يذهبوا إلى العلاج. نحن حقيقة هذا الحصار يجب أن يفك عن قطاع غزة، لا يعقل أن يكون هناك حصار لأكثر من 9 سنين. نحن نطالب المجتمع الدولي بالضغط على الجانب الإسرائيلي لرفع الحصار كاملة، لا نريد أن ندخل كيف أن يدخل الأسباب. نعم حقيقة هناك أمر حقيقي وهو المرض الحقيقي، هو الحصار الذي يعاني ويطبق على أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة ويزيد من معاناته على كل المستويات. هناك مشكلة بالكهرباء، هناك مشكلة بالصحة، بالناس تريد أن تذهب إلى العلاج، هناك قضايا الإسكان، هناك قضايا المرشات، هناك تدخيل المواد. نعم أخي العزيز نشكرك شكرا جزيلا. وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني دكتور مفيد الحسينة كنت معنا عبر الهاتف من رام الله.